هلا والله، هلا بكحل. اخبارك يا كحل؟ ايش مسوي؟ اه معلش، هلا انا تشبهني بالكلب هذا اسامه يرحم امك، اقسم بالله. روق، اهدى، انا جاي ورايح للعياده وابغاك ترافقني، يعني خويك محتاجك اليوم. والله ابشر بي، اقسم بالله الصديق وقت الضيق. الله ابشر بي يا خوي. حاضر حبي، شوف بشويش انا معاك واسمع. اليوم يومك دلع. لا ما اليوم، عندي اسبوع كامل علاج طبيعي. لا يا شيخ، الركبه هذه. لا يا اخي مو دي يا اخي، بالله اسامه روقنا والله. شوف هذه ولا هذيك؟ لا شوف النفخه واضح منين. هذيك؟ ايوه يا اسامه اقسم. هذه؟ ايوه يا اسامه اقول لك روق يا اخي. هي دي دي اللي تقول. ايوه يا اسامه يا اخي بالله روقنا، ترى ما بلكاع، ترى جاء اقول لك كحلي جيت ادخل عندك قالوا لازم البس هذه النظاره. ليش؟ ايش في؟ قاعد اسوي ليزر مو راضي. ليزر؟ اما ليك وحلي، عيب عيب عيب. اوه ايش عرفت ليش؟ ها جهازي خفف التورم والالتهابات. معلش يا دكتور جيب البنشر. معلش يا دكتور، معلش يخفف التورم والالتهابات. تقول خلاص انا اشيش على رجلي. انا جاي متالم اشيش على رجلي شبابه. انا اسف، خلاص ارجع تمدد، ارجع. سوري دكتور معلش. اسامه لا تجيب لي القالون يا دكتور. يا دكتور دكتور مهند يا حبيبي، والله يا اخي لا تعالجوا بالجهاز، والله انه وجهك يكفي علاج والله العظيم. فكرت فيها. يلا يا حب انا رايح، تبغى شيء؟ اول شيء الله يعطيك الصحه والعافيه حبيبك وحل. واذا كان يقول لك هذا الصديق وقت الضيق، الله ياخذك وياخذ صداقتك. ولو رحت بنفسي وبعكازي افضل من الناس. انا دائما اخذ احتياطاتي قبل ما اصور السنابات، وانا لما صورت هالسنابه كنت ماخذ احتياطي. كيف يعني؟ خلاص بعدين تعرف حبك. لا.